خلي لي وين اليوم باش نكون سبيكر في بيس ليمان، دونك نستناكم وان شاء الله تكون حاجه مزيانه. سيما انا نهال بن عمر استاذه جامعيه باش نعمل بريزونطاسيون في بيل سليمان. ورا العباد كيهيج شو باش ستريسي هنا في سليمان عندهم الحاله ما يسمى حال الياغورتولوجيا، خاطر نعمل برشا ياغورت دو تيل سورت تستنى برشا حاجة مخ مكة هنا. ديجا أنا كي جاي نلقى كمين ياغورت قدام ليفينمون معناها قدام البيل، يعطيهم بصفة كل واحد كعطيني ياغورت، ما نعرفش شو فيها ياغورت هذيك، فسرنا حكاية ياغورت هذيك. احنا في سليمان ياغورت هو حاجة مقدسة سيئة، قبل ما تعمل أي حاجة لازم تكعب ياغورت، باش تفيق تقوم الصباح تكعب ياغورت، في الفطور تحرش بكعبه ياغورت، في العشيه قبل ما ترقد يلزم كعبه ياغورت. ميرسي ياغورت هو لا 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 ما ترهيناش عليها، جات سبونتاني على الاخر، فهمت؟ هذه دوس معناها اليوم قمت وقلت انا لا لا مش هكاك، ليديسيون الاولى كانت سبونتاني على الاخر على الاخر اكثر ما تصور. ليديسيون ذي حاولنا نحضروا اكثر شوي كوتي معناتها من الاعلامي، فهمت؟ عملنا كومبين كبيره ياسر على فيسبوك. اليوم بارامون شفتوا جميل دخلاوي بيل في الاصل كلمه مسميه بالطبيعه لحصلوا العفسات الحفاظات كل عملنا كل عملنا كل شيء وان شاء الله ينجح مليح حسب ما نشوفوا على العباد. ينجح ينجح العباد العباد ماشيه وتزيد، ومرحبا بكم انتم من الناس كلكم. اوكي ما فماش لغه خشبيه من بعد خذها وقص على العباد، وري العباد معنا اليوم برشا. هاي بون الماركتينغ ليفينمون هذيا خدمنا على الفيسبوك اكثر حكايه، الانستغرام خدمنا فيه شويه بارابور فيسبوك بويسكو العباد الاغلبيه يحلوا على الفيسبوك اهو. خدمنا برشا فازات اللي حبينا نعملوهم جدد كما قايد باش تقيد، حبينا نستغلوا الحملات القدمة نتاع الانتخابات باش ندخلوا روح جديده للبيت. اوكي. ايه عاودي السؤال باش تعمل توا لنا بالضبط غادي نعملو في الانسكري ها كيما تشوف كم توا كل ماما قداش وصلت توا 800 900 1000 2000 بيلين اهلا بيلين سلام سلام توا وصلنا الزون 50 اي ليديسيون ما كنتش حاضر انا ليديسيون جوست كنت ما بارتيسيبونت ما نعرف حتى شيء على الجمعيه، اما كي حضرت مسلسل ليديسيون الاولى كل اللي عجبتني على الاخر دونك قلت لازم نحضر في ليديسيون الثانيه ونولي انا من ليكيب دوغانيزاسيون معناتها اللي عملتها. اي صحيح صحيح انا اليوم نقرا في تي بي اس بريمير اني تي بي اس. بوكو با ديجا خممت فيها الحكايه، ديجا سالتهم انا ديجا خممت فيها الحكايه، اما فما تي دي اكس بيل فما تي بي اس تي دي اكس معناتها في تي بي اس معناتها فما برشا حاجات قلنا نعملوا بيل ديجا معناتها اما مازالت كره صحيح نجمو 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 حتى اليوم ما يفوتوهم ال 400 صحيح 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيل 3 تكونوا حاطين حدا حاضرين فيه معنا ان شاء الله ميرسي عايشك عايشك والناس كل تعبت ان ما هو اكثر عبد ذاك مشيت معاه النهار وشفت قيمه التعب. رجع ربي فما حد حد
ينجم يحب القدمات ينجم تحب روحك. كان فما عبد مسؤول على تحقيق الاهداف والاحلام تاعك راهو انت ماهيش الدوله. ما تنتظرش انه باش يجيك دعم كان جاي مرحبا. ما تنتظرش انه يجي شخص اخر باش يحس بيك ويخمم لك في مستقبلك وفي احلامك اكثر. من غير ما نطول عليكم نعدي